لا يخفى عليك ان الدولة العراقية تملك من الموازنات الانفجارية، وهذا مع الافلاس وعملية الافلاس والدولة راح تفلس. هذا الحكي مو صحيح ابدا، والكلام مو مضبوط. الدولة العراقية تملك موارد، الان احتياطي النقد العراقي 130 مليار دولار ما عدا الذهب وسندات البيع. لا، هذا ابدا مو صحيح. لكن انا اليوم اقول لك احنا مقبلين على ازمة سياسية قد تكون مع وهو هذا الجانب الموضوع شيء السني. مرتبط بشيء، يعني ملف نعم نعم الموازنة، نعم وأيضا شيء. لدينا تعديل وزاري، ونحتاج إلى مثلا أيضا أن يكون هناك يعني إجماعا داخل مجلس النواب لتمرير بعض القوانين وما إلى ذلك، والدولة تحتاج إلى الموازنة. سيدي الكريم، الدولة تحتاج إلى موازنة. كيف أنت اليوم البرلمان شلون يقيم عمل الحكومة وأنت ما نعطيه الموازنة؟ يعني أنت اليوم الحكومة العراقية أنت غير تنطيها أموال حتى تحاسبها عليها تنفذ البرنامج الحكومي. اليوم إحنا بالشهر الخامس، طبينا بالشهر الخامس وماكو موازنة، شلون ينفذ برنامج الحكومي وهذا ما السيد؟ نتحدث عنه. شلون ينفذ برنامج الحكومي اليوم السيد السوداني؟ أنا أقول لك التعديل الوزاري ده يتكلمون عنه بالقريب العاجل، أنا أقول لك منا إلى الشهر السادس وإلى السابع ما ممكن يجري التعديل الوزاري، لكن بالنهاية راح يقيم بعض الوزراء بعد الموازنة، وقد تختلف. أنت تعرف هذا الضغط اللي دا يصير على السيد السوداني من المجتمع الدولي في تغيير بعض الوزراء المشخص عليهم، بعض الوزراء يعني المشخصين عنه تابعين لبعض الفصائل. قد تكون هذه طريقة لاستمالة الجانب الدولي، لكن بالنهاية أنت اليوم ما تقدر تحاسب الحكومة إذا ما أكو موازنة. وأنا أقول لك الموازنة ستمضي بشكل أو بآخر خلال الشهر الخامس، لن تتعدى الشهر الخامس حتى إذا يعني أنت اليوم، أنا أقول لك اليوم الحكومة حتى الإطار يعرف ومتأكد أنه في حال فشل السيد السوداني هي كارثة على على كل الأطراف طيب. اللي داخل الإطار التنسيقي.